واجهت العنف ضد الأطفال كان محور مناقشات المائدة المستديرة التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف، حيث تم بحث دور الإعلام في تعزيز التربية الإيجابية وآليات مواجهة العنف والممارسات الضارة ضد الأطفال واستعراض التجارب وجهود يونيسيف في هذا المجال، وذلك بمشاركة نحو 40 من الصحفيين بالمؤسسات القومية والحزبية والخاصة والإعلاميين بمحطات الإذاعة والقنوات التلفزيونية. نشرت